رح ننتقل مباشرة لعند الشيف كريم لحتى نشوف وين صارت بداية تحضيراته، خاصة بأنه اليوم كتير منكم عم بيحضروا غدا العيد، واليوم هيئتوا غدا كامل عند الشيف ورشة ملح. ينعاد عليكم مشاهدينا، نحن اليوم مثل ما قلنا قبل، نحن اللي عم نعمله اليوم عم نعمل كلاسيك فرنش فينيغريت، وعم نعمل بوف ستروغانوف، واخر شيء حننهي بتارتاتان. اللي عم بعمله هون انه عم بعمل كارملايزد انيونز للبوف ستروغانوف. هلا البيف ستروغانوف بتحتوي على مشرومز لحمه وانيونز، اوكي، وكل واحد لازم ينطبخ لوحده وبعدين اخر شيء بنجمعهم. هون اللي عم بعمله عم بعمل المرقه اللي حتنزل بالبيف ستروغانوف لتخلصها. بعد ما نخلص البصل بنبلش دغري بالمشرومز فورا من بعده، اوكي. اذا بتقربوا معي لهون خليني افرجيكم كيف نعمل كرمال التارتاتان. التارتاتان هي عباره عن تفاح مطبوخ بالمقلايه ومع سكر وشويه كريمه وزبده، واخر شيء اللي بنعمله هو نفس البات بريزي اللي هي عجينه التارت، اوكي، بنغطيها فوق المقلايه وبننزلها على الفرن، اوكي. بقى لما نبلش هون الريسيبي تبعيت التارتاتان او البات بريزي هي 125 جرام طحين، 62 جرام زبده، و32 جرام مي، يعني 3 2 1، اوكي. والطريقه اللي بتصير هي الزبده بتكون بارده بننزلها دغري بالطحين، اوكي، بننزلها دغري بالطحين وباصابعنا بروس اصابعنا بنكسرها سوا للزبده لتصير مثل الفتافيت صغار، مثل الكعك تقريبا، الكعك المطحون. اول ما تصير مثل الكعك المطحون مثل ما شايفين هون بننزل دغري وراها المي. المي بنعملها مثل بير وبننزل المي، اوكي، و مننزلها على الطاولة. لما ننزلها على الطاولة هيدي طريقة فرنسوية بتكون بعدها مجبلة الزبدة مع الطحين، بنمعسها على البورد، بنمعسها على الطبقة هون، بتلاقوا دغري الطحين والزبدة شربوا بعض. بنلمها على بعضها، بنلمها على بعضها، بنرجع بنعجنها مرة أو مرتين حسب العازة ونجمعها كلها سوا. وما ضروري هيدي الخلطة، هيدي الوصفة ما لازم كتير تنخلط، بقى مثل ما هي هيك نرجع منلمها، اوكي، ومنحطها بالبراد على القليلة على القليلة نص ساعة وبتكون جاهزة للمد. ومنحطها بالبراد كرمال الطحين ينزل الجلوتين تبعه ويلقط يصير يلقط بعضه، بصير كله العجينه بتصير وحده. بقى البراد كثير مهم لهيدي العجينه. اذا بنرجع لهون، اوكي، اذا بتشوفوا هون مرقه الخضره اللي عاملها بندوره وفطر وفليفله حمراء وفليفله خضراء، اللي عم اقوله انه ما ضروري يعني اللي موجود عندكم بالبراد فيكم تستعملوه، ما ضروري يكون مع انه بيف ستروغانوف، ما ضروري يكون فيها لحمه، فيكم تحطوا عظام دجاج للمراه، شو ما كان عندكم بالبراد فيكم تحطوه وتعملوا منها مراه تكمشها سوا. هيدي بترجع على البراد، هيدي بترجع على البراد على القليل نص ساعه وبنرجع بنمدها. هلا كرمال التارتاتان كمان المهم كثير هو التفاح الاصفر. التفاح الاصفر في له حلاوه وفي ميته خفيفه، بقى لما ينزل على النار ما في كثير مي منه بتنزل وبتضل حبه التفاح إلى قرشه تحت السن وبتعمل بتضلها كامشه بعد الطبخ لانه التارتاتان عندها طبخه شوي طويله. بقى انا هلا حخلص البصلات هون، اوكي، حنزل البصلات وحبلش بالمشرومز وبنفس المقلايه هيك بياخدوا الطعمات من بعضها، اوكي.
هيدي هي للفكرة. هلا بنرجع على الفكرة الثانية، بنعمل بنشتغل بالتفاح وبفرجيكم كيف بتبلوها بالمقلاية، وهلا بنرجع لغيدة. ثانك يو. شكرا شيف، اكيد رح نضل رايحين جايين لعندك اليوم بمحطاتنا بعالم صباح. انا هلا رح ننتقل لحتى نكون مع جون ونشوف عغير موجي. صباح الخير مرة ثانية. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. اليوم شو عنا؟ فرنش ريميكسز، هيئتهم فرنش ريميكسز، اغاني بنحبها اليوم بنسمعها بهيك بطريقة مع بتفل. يعني اورينتال مع فرنش مع شو اكثر غنية هيك بتفكري فيها وقت نحكي عن الموضوع؟ ما بقى فيك تقلي هيك تسألني هلا، لأنه كنت عم شوف شفتيهم يعني ما فينا شفته. يعني في عندي بس أنا بحب كثير سيلافي. أنا مرقت فترة طويلة كانت هي رنة تليفوني. هي كانت يعني هي أنا كثير بحبها. يعني من هول الأغاني هن درجوا، يعني فيك تقولي يعني عندنا بلبنان حتى درجوا وأخذوا لهجة كثير كبيرة سير. وحتى الحلو فيها يعني نحن أوقات بنغني مكسيكي بنصير، أو ما بعرف بركي حدا بيحكي مكسيكي، بنغني لغة ما بنعرفها بنصير إنه نتمتم معه او نغني حتى الكلمات مزبوطين، بس ما بنعرف شو عم نغني. ايه. في عندك ناس عم بيغنوا كمان هالغنيه، يعني لانه شاب خالد فيك تعتبري انه الجيريان وفرنساوي، في عنده كثير فان بيس هونيك، في عندك ناس فرنسوية عم بيغنوا ما عم يعرفوا شو عم بيغنوا كمان بالعربي. يعني الاغاني هول بعتقد جمعوا تو كلتشرز تو ديفرنت، يعني جمعوا تو كلتشرز. يعني في عندنا بيتبول هو عم بغني مع شاب خالد. بيتبول بسموه هو مستر انترناشونال. ايه. مستر انترناشونال لانه بغني بعديد بكثير لغات، يعني وبيقول لك انه هو باري من العالم. بقى هيدي كمان حتى كان عنده زياره على لبنان وكان عنده كونسرت وقتها كثير اخذ ضجه بلبنان. صح. بقى عم تجمع انت الاثنين. حتى في عندك ماتر جيمز، ماتر جيمز هو رابر كمان عم يحكي كمان بالعربي، عم يستعملوا ووردز بالعربي، يعني كمان فيك تقولي انه راب عم بيصيروا من الكولتشر تبعنا عم يتقربوا. بنبلش باول غنيه بعتقد هيدي انت بتعرفيها وبتحبيها وكلنا بنحبها، نسمعها مع بعض. Assis sur l'arc de triomphe, c'est comme ce ROH2M. Ewa, quoi, escale? Ok, poto, qu'est-ce qui se passe? C'est AMD Fever, le bled, Ewa. ROH2M, wesh, ma trépa, ma trépine. Wesh, comorien, comorienne, Asma, Houya. هنا بكيني وأقول على شعبية الحالة، قطعت بحور ثماني دور والغربة قد تالم. هنا بكيني وأقول على شعبية الحالة، بركاني العالي من اللي تحداني يغلبوا براني كثير ألم. يعني غنية عبد القادر لشاب خالد، يعني اكيد كلنا بنعرفها. ريمكس تبعها واخذت كثير ضجه كمان. صح، اخذت هي من زمان وقت اللي بلش اغانيها، وقت عايشه يعني من 20 سنه عم جرب شوف لك عندي. ايه. يعني من وقت عايشه قد قليله شو اخذت سكسي وقت عايشه. صح اكزاكتلي. يعني لانه هول الاغاني تي ار ريمكس فيك تقولي انه فايت تو كايند اوف ميوزك فيها، مشان هيك نحن بنحبها اكثر. يعني بتحسي انه عم تسمعي اورينتال ميوزك بس كمان عم تسمعي فرنش ميوزك. هون يعني غنيه عبد القادر ريميكس اللي فايت مع فرنش ميوزك، بتلاحظي انه مطلوب ذيس كايند اوف ميوزك ليقدروا ينعمل له ريميكس. يعني ايه. في عندك طلب عليه ليقدروا يعملوا ريميكس على غنيه عبد القادر عم تنسمع. يعني عم تحكي غنيه انعملت بسبتمبر 98 بعدنا لهلا عم نسمعها، بعدنا لهلا وقت تطلع بالمحلات بالمحل ما بتكوني قاعده بتغني معها. صح. في ناس بيرقصوا عليها، كلهم بينبسطوا عليها. يعني بعد عم تحكي غنيه عمرها اكثر من 20 سنه ات ستيل مطلوبه. بنكمل مع ميوزك فيديو يلا. تبع احلى غنيه لك، حاضر الميوزك فيديو اكيد. طب شو عم اقول لك؟ انا كنت عم بقول لك على سيلافي هلا هلا بنحضر الميوزك فيديو. اه يلا فكرت بعد شوي كنت حماس ومعقول مش مصدق. ايه. بنحضر الميوزك فيديو. Thank you.
الشرب الخفية وقال لي على ليبيا وقال لي انت نية غيرها نصرانية ميوزك فيديو شو رايك فيه كمان؟ حلوه كمان حلوه وانا بحبها هي بحب كلها هيك الميكس تبعها كله بحبه يعني مثل ما قلت لك يعني نحن عملت لك دلت فتره طويله بعد لهلا الغنيه يعني تليفوني. عبد القادر وشاب خالد شاب خالد بيعملوا ميوزك بيعمل ميوزك شاب خالد يعني فيك تقولي انه بتضاين عرفتي انه منا اتس نوت في عندك كلاسيكس بيصيروا في عندك غنيه بيسموها مينت سونج انه بتطلع الغنيه بيطلع وننبسط فيها يعني فور اكزامبل مش عم مثل هلو لأديل قد ايه عم تسمعيها هلا؟ خلص ما بقى عم بقدر سمعناها قد ما سمعناها خلص هلا سلافي بعدها عم تقطع بعدك عم تسمعيها مع انه قد ايه الضجه اللي اخذتها تبع اغنيه أديل هلا الاغنيه شاب خالد عم يحكي كمان عم تفتح الحنفيه تنزل لك هلو يعني خلص صح هلو. بس يعني بنشوف الاغاني لانه بعتقد في عندهم هالتويست في عندهم طلب اكثر عند الناس في ناس اكثر بيسمعوها رح نكمل بعدنا هلا عم نشوف الميوزك فيديو يعني بتلاحظي حتى الميوزك فيديو اللي بيعمله هو عم يحكي عن الدايفرسيتي مثل الدايفرسيتي تبع الاغاني تبعه يعني مثل ما قلنا جمعوا تو كلتشرز هون عم يجمعوا اكثر من شخص بتشوفه يعني كل الناس يعني من جميع انحاء العالم عم يرقصوا على الغنيه تبعه بيقول لك يعني هو كمان المسج تبعه يجمع الناس رح نكمل مع غنيه بيتبول شو رايك فيه؟ ايه بحبه انا مهضوم حتحضروا الكونسرت اما لا وقت اجى ما قدرت احضرته لا بيتبول يعني رح نكمل مع غنيه هي هي كمان لبيتبول وشاب خالد ومراسي هي بلاصيها انا بغيت نجيب ناسي بريمر وعندي فاسية Christian Grave, but please, baby, you can call me Christian Reese. I'll make you fall in love, I'm a thief with the hearts. To me, it's an art. يعني ناطر كمان شوف الرياكشن تبع غيدة مهضوم الغنية بس مش سمعتها للغنية صح يعني في عندك أغنية غريب أبدا مش سمعتها بينعمل ريمكسز بدك تعرفي بتنسمع ما بتنسمع يعني الغنية هي مهضومة كثير حتى الليركس تبعها كثير مهضومين تبعها رح نكمل مع يعني وحلو الميكس بينه وبين بيتبول صح الريمكس تبعه لأنه مختلف عن الاثنين وهو عمل كثير كمان ديوز يعني كمان شاب خالد وتعامل مع فوديل كمان من صح زمان اكزاكتلي شاب خالد يعني الشخصين شاب خالد وبيتبول عندهم كثير ريمكسز كان عندنا غنيه ماتر جيمز حبيبي بس فضل لانه عندنا بعد دقيقتين فضل اقطع لا كارافان باس مع رشيد طه غنيه لوست ماي تونغ Moi je t'ai pas
intentionne et ça fait parler, jacter les autochtones. Tout le monde veut savoir si mon nom est personne. J'ai l'accent du métèque et la tête qui questionne. Qu'est-ce qui se passe, étranger? T'as perdu ta langue? Ouais, je préfère la paumer plutôt que me la faire pendre ailleurs. M'envoyer en l'air, sifflant l'air, migrateur, le surnaturel, je suis qu'un alien. I lost my tongue, change my soul. يعني غنية لكارافان باس بدي أقطع لك إياها بدي سمعك كوار طبعا رشيد طه سافر سافر وتهنى كل إنسان يحب الحرية كل إنسان كل إنسان كل إنسان يحب يشوف يشوف السعادة كل إنسان يحب ينسى ينسى التاني العبودية. يعني هون الغنية كارافان باس معروفين كثير مع رشيد طه هن الشخصين يعني عملوا الفيتشرينج مع رشيد طه بزيت البيت تبع الغنية عم يقطع رشيد طه عم بغني على زيت البيت على زيت الميوزك عم بغني اغاني بالعربي كلمات بالعربي ليفوتوا مع الليركس تبع الغنية هون كمان تشوفي لانه عم يجمعوا مثل ما قلنا الاثنين مع بعض ورشيد طه اكيد بغني عن التعريف يعني one of the best artist راح نحضر كليب مع رشيد طه وكارافان باس اسمه بابا نحضره مع بعض سيدتي وسيدتي رشيد طه يقدمكم لكارافان باس وي سي بارتي بس هلا كارافان باس يعني بعتقد ون اوف ذا فيفورت باندز لعامر كمان بعتقد ايه اذا مش غلطان اوكي شكرا كثير جون بشوفك الاسبوع الجاي اكيد واكيد رح نتابع محطاتنا بعد ضيوفنا بعد لحظات خليكم معنا